بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ حديثنا عن الكلاسز. الفكرة العامة من الكلاسز أنه عندك طريقة أكثر ثراء، أكثر تعبيرا لتعريف أنواع جديدة من الداتا تايبس. الستركتس سابقا اللي تحدثنا عنها كانت طريقة لتعريف الداتا تايبس من خلالها المبرمج يقدر يعرف داتا تايبس جديدة. الكلاسز برضو طريقة أخرى لتعريف داتا تايبس، هذه الطريقة تعتبر ثراء وأكثر قدرة على التعبير. الكلاسز هي بداية فكرة ما يسمى بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، والأوبجكت أورينتد بروجرامينج هي طريقة تفكير وطريقة برمجة وطريقة تحليل برامج، طريقة تصميم برامج. الفكرة هنا مش بس إنك مش بس تتعلم جمل جديدة، أنت تتعلم طريقة تفكير بالبرامج الجديدة. الفكرة الأساسية اللي يقوم عليها الأوبجكت أورينتد بروجرامينج إنه الأنظمة السوفتويرز عادة تعبر في الواقع عن مجموعة أشياء تتفاعل مع بعضها البعض. نظام التسجيل في الجامعة فيه مكونات مثل الطالب، هذا كائن أو شيء، المادة كائن أو شيء، مدرس المادة كائن أو شيء. كل واحد من هذه الكائنات له خصائصه، له اسمه، مواصفاته، العمليات اللي يقوم فيها. وبالتالي تستطيع النظر لأي نظام بأنه مجموعة هذه الكائنات تتفاعل مع بعضها البعض، بعدين تحاول تصنف هذه الكائنات الموجودة بالنظام بحيث أنه مرة أخرى نظام التسجيل مثلا في مجموعة كائنات نوعهم العام طالب، في مجموعة كائنات أخرى نوعهم مدرس، مجموعة كائنات ثالثة نوعهم مادة مثلا. أوكي؟ الآن في ما يختص بالطالب مثلا، مش شرط انه كل الطلاب لهم نفس المواصفات، بالنهايه ممكن تساوي لهم فئات فرعيه. فالفئه العامه تكون طالب، لكن ممكن فئته الفرعيه يكون طالب بكالوريوس، واحد ثاني فئته الفرعيه طالب ماجستير، واحد ثالث طالب دكتوراه وهلم جرى. ونفس الشيء ممكن للمدرسين، ونفس الشيء ينطبق على المواد. فالفكره انك تستطيع التعبير عن أنظمة واقعية حقيقية من خلال أنك تنظر لهذا النظام، تحاول تحدد شو المكونات المختلفة في هذا النظام، تحاول تجمع هاي المكونات إلى فئات، وهاي الفئات هي اللي تصممها ككلاسز. الأشياء نفسها تكون objects، هذا الأوبجكت نوعه من ذاك الكلاس. فلما تحكي عن الطالب اللي اسمه محمد أحمد، هذا object. شو نوعه؟ student. student هو الكلاس. لما تحكي عن عمر الموسى، هذا object. شو النوع تبعه؟ شو الكلاس تبعه؟ كلاس تبعه ممكن يكون teacher. لما تحكي عن مادة الـ CS112، هذه object. شو الكلاس تبعها؟ course، مادة. وهلما جرى لباقي الكائنات في النظام وشو فئاتها. هنا انت بدك تعرف الكلاسز، ومن ثم بناء على هاي الكلاسز تعرف الاوبجكتس، توجد الاوبجكتس، تنشئ الاوبجكتس بناء على هاي الكلاس. الكلاس هو المخطط للاوبجكتس. الكلاس شيء مفاهيم، فكرة، تعريف، فئة، نوع، لكن الشيء الواقع الملموس هو الاوبجكت. مثلا زي ما قلنا عمر الموسى اوبجكت، تقدر تشوف عمر الموسى، تقدر تلبسه إلى آخره. لكن النوع مدرس هذا شيء عام، هذا شيء مفاهيم، هذا شيء conceptual. أوكي؟ خلينا نبدأ بعد هذه الفكرة الأساسية عن الأوبجكتس والكلاسز، نبدأ كيف ننشئ كلاسز. يعني أنت ما تقدر تساوي أوبجكتس إلا إذا كان عندك كلاسز، ومن هاي الكلاسز تعمل أوبجكتس. So الكلاس، أنا هنا بدي أبدأ بمثال اللي انتهينا عنده المرة الماضية مختصر عنه. كان في structs، هون عندي struct date، في عندي struct time type، وفي عندي struct student. هي فكرة الكلاسز جدا مشابهة للstructs لكنها أثرى. مثلا struct date إذا بدك تحوله لكلاس، بدك تقول له class date c، خلينا نسميه مشان class، ونفس الطريقة goes وسيمي كله. الآن بعد ما اخترت اسم للكلاس، تقدر تبدأ في تفصيلات هذا الكلاس. شو المعلومات، الخصائص
لأي شيء من هذا النوع. هذا النوع الجديد شو المعلومات اللي بدك تخزنها أو بدك تتعامل معها لأي شيء من هذا النوع، لأي object من هذا النوع. so هذا هو اسم الكلاس. بعد شوي لما تروح على المين تقول له date سي x مثلا، x object نوعه date سي، زي ما كنا من struct date نقول له a مثلا، a قلنا structured variable نوعه date، هذا ال x object نوعه date سي. خلينا نستغني عن struct تماما ونحتفظ بالديت سي وحتى نسوي فقط ديت. اوكي سو هون بطل في شيء اسمه ديت سي، في عندي الان ديت نوع اسمه ديت. ديت هو النوع، ايه هو اذا بدك الفاريبل من ذاك النوع، بس لانه الديت كلاس نسمي الفاريبل اللي من هذا النوع نسميه اوبجكت. اوكي سو ايه هي اوبجكت من نوع كلاس، ايه is an object of type date. Okay? Of type أو of class. ماشي. So لاحظ هذا ما فيه تفاصيل، شو المعلومات؟ خلينا نبدأ بالمعلومات. المعلومات date في integer year زي ما اتفقنا المرة الماضية، في integer month وفي integer date. وطبعا زي ما عرفنا بالستراكت تقدر هذول الثلاث يكونوا على نفس اللاين، وتقدر كل واحد منهم يكون على لاين مختلف. تقدر هون تعرف اوبجكت من هذا النوع، تقدر تقول له اس تي مثلا، وعندها يكون الاس والتي برضو اوبجكت من نوع ديت. الفرق بينهم بين اي هو انه اي لوكال داخل المين، الاس والتي جلوبال على كل البرنامج. ومرة أخرى الكلاس تقدر تعرفه داخل فانكشن، لكن يفضل أنك تعرفه في السكشن الجلوبال حتى يكون مرئي لجميع الفانكشنز بما فيهم المين. ماذا لو بدنا نحول التايم تايب هون لكلاس؟ بدك تقول له كلاس تايم، خلينا نسميه تايم، بده يكون برضه في انتجر اور مينت وسكند. تقدر طبعا تسميه نفس الاسماء اللي هون، هاي اور سميها نفس الاسم هون ما يضرش، بس انا اختصارا عملتهم زي هيك. تقدر تخليهم على نفس اللاين، تقدر تسموه على لاين، it's up to you. تلاحظ التشابه بين الستركتس والكلاسز حتى اللحظة. اوكي student نفس الاشي، هذه بقايا ما كان من المرة الماضية. so تقدر تقوله class student c، so في عندي string name، في عندي integer id، في عندي float GPA، وفي عندي string major. لأن أي شيء من نوع أي شيء من نوع student C يشبه إلى حد كبير أي شيء من نوع student. الفرق الوحيد بينهم من حيث الشكل إنه هذا فيه شيء إضافي اللي هو من نوع date، وهذا أخذنا اللي هو الكومبوزيشن بالستركتس، انك تكون ستركت من ستركت موجود، وهذا برضه موجود بالكلاسز، نقدر نسوي بالكلاسز لكن راح نجي لاحقا. سو هون صار عندي ثلاث كلاسز، واحد اسمه ديت، واحد اسمه تايم، قلنا دائما يفضل يكون كل واحد منهم على لاين حتى تسمح لنفسك وللي بده يقرا كودك انه يفهمه بشكل اوضح، فهاي فور ريدابيليتي، وانما للمعنى نفس المعنى. وفي عندي الستودنت كلاس جديد في هذه الحقول الأربعة. so date a، a هو object من نوع date، نقول له time. b، b هو object من نوع time، نقول له student. c، c object من نوع student. okay. طبعا قلنا كلمة time تحديدا في خصوصية لذلك هو قاعد يعتمد عليها، خلينا نسويها كابيتال تايم. سو شو فكرة الكلاسز؟ هي طريقة لتعريف داتا تايبز جديدة. هاي داتا تايبز أكثر ثراء، أكثر تعبيرا من الستركتس، من ناحية إنك تقدر تضيف لها فانكشنز، تقدر تعمل بيناتها علاقات بين كلاس وكلاس، مثل الوراثة، مثل الاشتقاق، وبالتالي هي طريقة أكثر تعبيرا. كيف تنشئ كلاسز؟ ببساطة تبدأ بكلمة كلاس محجوزة،
تختار اسم للكلاس كما تريد، بعدين تذكر حقوله الداتا ممبرز تبعهم او الممبر فاريبلز. لان قلنا مش بس داتا تقدر تضيف، تقدر تضيف فانكشنز. سو هذه الجزئيه الاولى الممبر فاريبلز، الجزئيه الثانيه ممبر فانكشنز. بدي اجلها شوي عشان ارجع اذكركم شو يعني اوبجكت. اوبجكت هو فاريبل من نوع الكلاس، او في مراجع كثير تقول الاوبجكت هو ان انستنس اوف ا كلاس، تجسد للكلاس، تمثل للكلاس. هذا النوع ديت هو شيء عام، شيء مفاهيمي، نوع فئه. لما تقول له 10/10/2020 هذا اوبجكت اصبح. لما تقول له 15/7/2020 هذا اوبجكت ثاني، نوع ديت. اوكي، سو ديت هو تايب، الاوبجكت هو فاريبل من هذا التايب. سو في حالتنا هاي A object نوع date، B object نوع time، C object نوع student، وهل مجرى. كم object تقدر تعرف من الكلاس؟ قد ما بدك. كم مرة لازم تعرف الكلاس؟ مرة واحدة. كم حقل ممكن نقول بالكلاس؟ قد ما بدك. كم كلاس ممكن نقول بالبرنامج؟ برضو مفتوح الموضوع إلى قد ما بدك. كم object بالكلاس معين تقدر تعرف؟ قد ما تحتاج البرنامج. تقدر تعرفهم dynamically، تقدر تعرف array of objects، تقدر تعرف pointers ل objects. ما ينطبق على structured variables، ينطبق على objects، وما ينطبق على structs، ينطبق على classes. في تفاصيل أكثر كمان. طيب خلينا نضيف الآن الجزئية الثانية. قلنا مش بس المعلومات أو المواصفات، نقدر نضيف كمان functions. خلينا نضيف function print للclass date. So كل ما عليك فعله انك تضيف البروتوتايب تبعه هون، وبعد ما تضيف البروتوتايب تبعه تضيف void تابع لاي كلاس، تابع لكلاس date، يعني تضع وراه السكوب ريزوليوشن الدبل كولون هذا، يعني تذكر شو اسمه، اسمه print، شو بياخذ ولا اشي، شو بده يساوي. اوكي، سو من الكلاس ديت برنت اللي ما بيرجع شيء وما بياخذ شيء، بدي اياه يعمل مايل، بدي اياه يعمل سي اوت للير متبوعه ب كوما مانث متبوعه ب داي متبوعه ب اند لاين. سو اصبح عندي هون الكلاس ديت في ثلاث معلومات، في ثلاث ممبر فاريبلز، وفي 1 ممبر فانكشن. ممبر فانكشن عندك خيارين، اما تعرفه داخل الكلاس او خارج الكلاس. داخل الكلاس ببساطة انك تاخذ الكود تبعه تفتح قوسين بدل السيمي كولون وتضيفه، هيك اصبح تعريفه داخل الكلاس. الافضل انك تعرفه خارج الكلاس، تضيف سيمي كولون فتبقي هاي على مستوى البروتوتايب فقط تبعها، وخارج الكلاس تذكر الفانكشن بس بدك تحدد لاي كلاس هو تابع، هو تابع للكلاس ديت. لانه ممكن يصدف عندك برضو تايم له فانكشن برنت وبدك انت هاي البرنت تحدد شو تشتغل، فبدك تقول له انا بدي اعطيه تعريف البرنت، بدك تتذكر انه هاي البرنت تابع على تايم. اوكي، حتى الكومبايلر يعرف انت عن اي برنت قاعد تحكي، حتى لو ما كان الا برنت واحده. إذا كنت معرف برنت خارج الكلاس تبعها بدك هاي دائما، إنه هاي البرنت تابعة للكلاس تايم. سو هون البرنت تبعها يعمل سي اوت لأور متبوعا بمينت وسكند. ستودنت برضه ممكن يكون له فويد برنت، خلينا هذا الستودنت نضع البرنت داخل الكلاس. البرنت هون راح تكون سي اوت للنيم اي دي جي بي اي وأخيرا ميجر. كنا نقدر نضيف معلومات أكثر، إنه ستودنت نيم از his ID is his GPA is، يقدر نعملها بالطريقة اللي بدنا إياها. بس الهدف كان من المثال إنه نقدر نوضح لك إنك مش بس تقدر تضع الفانكشن خارج الكلاس، أنت تقدر كمان تضع الفانكشن داخل الكلاس بالطريقة. لكن يفضل إنك تفصلهم عن بعض، تفصل المعلومات المجردة هاي عن الimplementation الفعلي. أوكي، سو الآن عندي class date في ثلاث member variables وفي one member function. خلينا نضيف member function ثاني، خلينا نعمل function يغير الـ year، يغير الـ month، يغير الـ date. سو هون مش راح ياخذ اشي، خلينا نسميه set year، نعطيه integer y ونخليه الـ year، نخليه خزن الـ y. طبعا الـ year تبعت مين؟ تبعت الـ object اللي يستدعي هذا الـ set year. طب كيف تستدعي set year؟ كيف تستدعي print؟ لازم يكون في عندك object من النوع date حتى تستدعي من خلاله البرنت، حتى تستدعي من خلاله ستير، حتى اصلا يكون له يير ومانث ودي.
هذا الكلاس بهاي المرحلة لم يحجز أي مكان في الذاكرة. لما تبلش تعرف objects من نوع date يبدأ يحجز له هذول الثلاث مواقع، وبعدين من خلال هذا الأوبجكت تقدر تستدعي print، تقدر تستدعي ستير، تقدر تستدعي شو ما في member functions. خلينا نحاول نستدعي واحد من member functions. كيف تستدعي؟ من خلال الأوبجكت، من خلال selector operator إذا بتتذكروه، الدوت operator، تقول له a dot ستير 2020. الآن راح يعترض على هاي الجملة. ليش راح يعترض عليها هاي الجملة؟ السبب هو أول فرق بين الكلاسز وبين الستركتس. الستركتس كان دائما أي واحد من هاي الممبرز تقدر تصله من خلال الدوت مباشرة، لكن بالكلاسز في إشي اسمه access specifier، في إشي اسمه private، وفي إشي اسمه public، في إشي كمان اسمه protected، حالة وسط بين public والprivate. شو يعني private؟ أي شيء private لا يمكن الوصول إله إلا من خلال functions تابعة للكلاس. so year month day لأي object لا يمكن تصلها إلا من خلال functions print وset year. شو يعني إنه الشيء public؟ إنه الجميع يقدر يصلها سواء من داخل الكلاس أو من خارج. الآن السؤال، الفانكشن main هل هو داخل الكلاس ولا خارجه؟ المين مش تابع لأي كلاس، لذلك المين ممنوع عليه يصل للير للمنث للدي إلا من خلال استدعاءه لأشياء public. من هذول الثلاث أصلاً private مش راح يقدر يصلهم مباشرة. الآن ست year تحت يشتغل بطل إرو، لكن ما زال مثلاً a.year مباشرة تساوي 2020، هاي خطأ، not valid because year is private، هاي valid because set year is public. so المين أو أي function عدا المين يستطيع الوصول لكل شيء public داخل الكلاس. الأشياء البرايفت لا يمكن الوصول إلها إلا من خلال functions داخل الكلاس. so set year هاي راح تجعل object اللي اسمه A، كما اتفقنا A إلها year و month و day. ال year تبع A راح يكون قيمته 2020 بسبب هاي الجملة. هاي الجملة خطأ، ما نقدرش نحطها لأنه أصلاً year private. طيب ماذا عن set month set day؟ نقدر نضيفهم هنا void set month يأخذ integer وواحد ثالث void set day. طبعا مرة أخرى تقدر تخلي بس البروتوتايب جوا، بس أنت مطالب إنك تعطيه الimplementation كاملا برا الكلاس. سو خلينا set year والprint نخليهم الimplementation تبعهم داخل الكلاس، وهذول نخلي الimplementation تبعهم برا الكلاس. سو بأنه هذا سويناه داخل الكلاس لازم نشطب من هون. سو set month set day خليهم برا الكلاس. يعني function void تابع للكلاس date هيك تقرأها، scope resolution بعد اسم الكلاس set دي أعطيه انتجر، سمي هذا الانتجر دي، يعني برضو void تابع للكلاس date اسمه set month يأخذ انتجر m خزنه في مكتب. so هون عندي ثلاث member variables أو ثلاث data members، وهون عندي أربعة member functions. ال implementation تبع member functions اثنين منهم داخل الكلاس واثنين منهم خارج الكلاس. تذكر إنه خارج الكلاس دائما بدك تضيف هاي قبل اسم الفانكشن. خلينا نعمل كومنت للتايم والستودنت في حال احتاجناهم نرجع لهم، او نبقيهم الكو حتى لما تاخذوا هذا الكود ترجعوهم تتعاملوا معهم. لاحظ انه هذول اصبحوا خطأين، انه تايم وستودنت بطلوا معرفين. خلينا نعملهم كومنت. الان خلينا نعمل a.setMonth 7، خلينا نعمل a.setDay 17، والان نقول له a.print. لاحظ هاي الفانكشنز الممبر فانكشنز لا تستطيع استدعائها الا من خلاله، فالبرنت راح يطبق على A، setDay على A. setDay شو بيساوي؟ بخزن هذا الرقم في الDay تبع مين؟ تبع A. setMonth شو بيساوي؟ بخزن هذا الرقم في المنث تبع مين؟ تبع A. طبعا شو اللي خلاه يخزن؟ مش اسمه setMonth، اللي خلاه يخزن الكود تبعك، قلت له خذ رقم وخزنه في منث تبع مين؟ تبع الاوبجكت مستدعي الفانكشن. سو بده يكون عندك الان مفهوم الاوبجكت اللي استدعى الفانكشن دائما حاضر. مين الاوبجكت اللي استدعى هذا الفانكشن؟ دائما لازم تسال نفسك هذا السؤال، لانه هو الاوبجكت اللي راح يتاثر باستدعاء هذا الفانكشن غالبا، الا اذا كان الفانكشن طبعا ياخذ اوبجكت كممبر ممكن يتعامل معه اثنين. سو خلينا نشوف الاوتبوت تبع هذا الكود شو راح يكون. لاحظ 2020 7 17، اللي خلاه يطبع هذا الشيء استدعاءنا للبرنت. ليش برنت؟ تصرف بهي الطريقه لانه قلنا له اعمل هيك برنت. اوكي، ماذا لو عرفنا من نوع ديت اوبجكت ثاني سميناه دي، وهاي الدي قلنا له دي دوت ست دي 20، دي دوت ست مانث 10، ودي دوت ست يير 2018. لما نقول له دي دوت برنت
راح يطلع لي اياها كان حكي 20/10/2015. هذول الثلاث ست يير ست مانث ست دي كنا نقدر نجمعهم الفانكشن فويد ست هول مثلا، ونقول له خذ لي انتجر وانتجر وانتجر وش راح يساوي لك فيهم، خلينا نعرفه خارجا مشان تعودوا حالكم على التعريف خارج الكلاس، لانه هو بجزء اكثر في معلومه اضافيه اللي هي هاي بس. سو اسمه ست اول راح ياخذ انتجر يفترض انه للير، الثاني للمنث، والثالث للدي. شو راح يساوي فيهم؟ نقدر طبعا نكتب الكود باكثر من طريقه، نقدر نقول له استدعي لي ست يير واعطيه واي، استدعي لي ست مانث واعطيه ام، استدعي لي ست دي واعطيه دي. سو الواي هاي راح تروح لست يير، ست يير راح ياخذها يخزنها في الير، الام هاي راح تبعث لست مانث، راح يستدعى ست مانث بالام هاي بالنهايه تخزن في مانث، وكذلك الامر بالنسبه لك. الان الكلاس دي اصبح عندنا فيه ثلاث ممبر فاريبلز وخمسه ممبر فانكشنز، نقدر كمان نضيف عليه ممبر فانكشنز اشياء مثل جيت، نقدر تقول له جيت دي مثلا ما ياخذش شيء ويرجع لك اليوم، و جيت مانث ما ياخذش شيء ويرجع لك مانث، وهلم جرى. لاحظ ان عملنا الثلاث الاخيرات كلهم داخل الكلاس، لكن الافضل بشكل عام انه كلهم يكونوا برا الكلاس. الفرق الوحيد انك هون بدك تضيف لاي كلاس وتابع متبوعا بسكوب ريزوليوشن، ويبقى الموضوع كما هو، وتاكد انه اللي داخل الكلاس يكون فقط البروتوتايب مش كامل الفانكشن حتى ما يصير في تكرار. سو هذا الكلاس كلاس ديت فيه كثير، هي تعريفه كثير، وهو تابع الكلاس ديت حتى تتجنب انه الكومبايلر يخربط بين كتير تبعت هذا الكلاس، ممكن يكون في عندك كلاس ثاني له كتير زي ما شفنا قبل شوي مع البرنت، كان في عندنا ديت له برنت، في كان عندنا تايم له برنت، فلازم يكون اسم الكلاس مطبوعا بالدبل كولوم او السكوب ريزوليوشن اوبريتر حتى يعرف الكومبايلر شو قاعد يساوي. سو هون خلينا نستخدم جيت يير وجيت مانث، هون نقدر نقول له سي اوت جيت يير، خلينا نجرب هيك. طبعا هاي خطا لانه جيت يير تبعت مين، قلنا الممبر فانكشنز دائما لازم تكون مسبوقه باسم الاوبجكت اللي بدك تستدعي من خلاله هذا الممبر فانكشن. فهون لما تقول له اي دوت او بي دوت، اوكي اي اوبجكت من نوع ديت راح يستدعي الفانكشن جيت يير. هون شو راح يطلع لنا؟ دي دوت جيت يير راح يطلع لنا 2018 لوحده. طبعا اللي امامكم هون نوعين من الفانكشنز، الفانكشنز اللي تغير معلومات الاوبجكت اللي هون اسمهم set year set month set day set all، هذول بسموهم setters او mutators، setter او mutator يعني مغير. الفانكشنز اللي ما بتغير على الاوبجكت بس تاخذ المعلومات منه اسمهم getters، getter او accessor، بس ياخذ معلومات من الاوبجكت لكنه ما يغير على معلومات الاوبجكت الذاكره. إذا استدعيت الجيتر الأوبجكت ما يتغير، إذا استدعيت الستر غالب الأوبجكت يتغير. البرنت يعتبر جيتر ست يير ستر لأنه بغير اليير تبع الأوبجكت المستدعي، ست مانث نفس الإشي لاحظ ست مانث بتغير المانث تبع المستدعي، ست داي برضه بتغير الداي تبع المستدعي، ست أول بتغيرهم كلهم اليير والمانث والداي. جيت داي فقط تسترجع الداي من غير ما تغير، جيت مانث ترجع المانث الاوبجكت اللي استدعيت من خلاله من غير ما تغير هذا الاوبجكت نهائيا، وجيت يير نفس الشيء. الجيترز دائما تقدر تخليهم كونستنت فانكشن. كيف يعني كونستنت فانكشن؟ يعني حتى تضمن انه ما راح يغير تقدر تضيف هون كونستنت، طبعا انا ضفته داخل لازم كان اضيفه خارج كونستنت، لذلك اعترض لو لاحظت الايرور اللي هون. شو يعني انه الفانكشن كونستنت فانكشن؟ يعني مش راح يغير على الاوبجكت اللي استدعاه، الاوبجكت المستدعي لن يتم تغيير. هل نقدر نعمل ست يير كونستنت؟ لا، لانه بغير باليير. لو حاولت تعمل كونستنت الكومبايلر راح يعتبر، راح يقول لك انت قاعد تحاول تغير باليير تبعت اوبجكت المفروض يكون كونستنت. فالجيترز فقط تقدر تسويهم كونستنت، البرنت تقدر تسوي كونستنت لانه برضه يعتبر جيتر. سو هون كونستنت وهذا برضه كونستنت. لاحظ اذا كان تعريفه برا بدك تذكره بالبروتوتايب، بدك تذكره بالامبلمنتيشن. إذا كان تعرفه داخل أنت تذكره فقط مرة واحدة. ست يير ما زال هون عنده ايرور، لكن الايرور هو راح سببه، لذلك لما تعمل كومبايليشن راح يشتغل،
كان الايرور سببه ان حاولنا نعمل ستيه كونستنت وهذا لا يجوز. شو يعني انه الفانكشن يكون كونستنت فانكشن؟ يعني الاوبجكت اللي استدعى هذا الفانكشن ممنوع يتغير، وبالتالي اذا الكود تبع الفانكشن ينطوي على تغيير لاي معلومه من معلومات الاوبجكت راح الكومبايلر يطلع ايرور وراح يمنعك من هذا التغيير. ماذا يعني انه الباراميتر يكون كونستنت؟ ماذا يعني نقول له هون كونستنت؟ معناها انه اذا حاولت تغير في الواي مش راح تقدر تغير فيها، الباراميتر ممنوع يتغير. طبعا لانه هذا كولينج باي فاليو، اصلا الباراميتر راح ينشا ويعدم في وقت قصير وفيش عليه اي تغيير. هاي الكونستنت ضروريه لما يكون عندك كولينج باي ريفرنس. مرات الكولينج باي ريفرنس انت بدك من خلاله بس تاخذ معلومه من الباراميتر، ما بدك تتغير هاي المعلومه المين، فلذلك تضيف لها كونستنت. وانا حبيت بس اميز لكم انه متى يكون الباراميتر كونستنت، شو يعني انه الباراميتر يكون كونستنت، وشو يعني انه الفانكشن كله يكون كونستنت. انه الفانكشن يكون كونستنت معناته انه هذا الفانكشن ممنوع يغير الاوبجكت اللي استدعيه، يعني هذا الفانكشن يجب ان يعامل الاوبجكت اللي استدعاه ككونستنت، ممنوع يغيره. لذلك مره اخرى لو اضفنا هون كونستنت مباشره الكومبايلر يعتبر، لانه الاوبجكت اللي يستدعي ستير بالنهايه راح تتغير اللي تبعته، وهذا ينافي انه كونستنت هذا الفانكشن. لذلك لازم اما تلغي انه كونستنت او تلغي تغيير اي مكون من مكونات هذا الاوبجكت، اي داتا ممبر فيه او اي ممبر فاليو فيه. اوكي سو اكسسنج ممبرز، في عندنا البرايفت وفي عندنا البابليك وفي عندنا البروتكتد اللي راح نأجله لوقت آخر مستقبل لما نحكي عن الانهيرتنس، عن الوراثة بين الكلاسز. برضو حكينا عن نقطة سادسة هون اللي هي الاكسس سبيسيفاير، اللي هو تحديدا الدبل كولون هذا الرمز، واللي هو قلنا نستخدمه إذا بدنا نبين إنه ممبر معين تابع لكلاس معين. في مثالنا هون مشان نقول إنه جيت يير اللي بدي أعطيك الديفينيشن تبعه هون كيف راح يشتغل جيت يير، هذا الجيت يير تابع لكلاس ديت. اوكي هون اسم الكلاس وعلى يمينه الممبر. حكينا عن الكونستنت فانكشنز وقلنا لكم الكونستنت فانكشنز هي الفانكشنز اللي غير مسموح لها تغير بالاوبجكت اللي استدعاها. قبل الكونستنتس حكينا عن مفاهيم الجيترز والستر، واخيرا عطفنا على الكونستنت فانكشنز. هي الجيترز ممكن تكون كونستنت بس الستر ممنوع يكون كونستنت. الستر هو اللي يغير على الاوبجكت اللي استدعاه، الجيتر فقط ياخذ منه معلومات من غير ما يغير. الجيتر هو قارئ ولكن الستر هو كاتب يكتب يغير. هذه الافكار اللي حبينا نحكي عنها في هذا الفيديو. طبعا الكلاسز بس هاي مقدمه عنهم، المرات القادمه راح نحكي في مواضيع اكثر. يعطيكم العافيه ونلتقي في فيديو.